أسئلة الزملاء الإعلاميين. الحمد لله على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إقامة هذا المؤتمر، لكن أحب أن أسأل سؤال. هناك جرح الثورة في شهر يناير، عمل مؤتمر صحفي وكان من ضمن المؤتمر الصحفي أولا استعادة الثورة، استعادة الثورة الشبابية وإسقاط حكومة الوفاق الوطني. الآن نرى أن هناك أكثر من حملة إعلامية باسم ثورة تحت 10 فبراير، وبالتالي هذا المؤتمر مؤتمر اليوم لم يتكلم عن استعادة الثورة وإسقاط الحكومة، كأن في الأمر ليس. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك كريم اسمه عبد الله انفيتازا، بعض المواقع الإلكترونية التابعة لأشخاص وأحزاب سياسية تقول إن هذا الجريح البطل عبد الله انفيتازا ليس من جرح الثورة. نريد أن نعرف من القاضي أحمد كيف حشر أولاً بالذات في هذا السؤال، ثم أن تتجه كل هذه القنوات الإعلامية لأخذ تصريح من هذا البطل الذي تتهمه بعض المواقع التابعة لأحزاب سياسية نتنة بأنه ليس من جرح الثورة، بينما عندهم تقارير طبية ضمن من جرح الثورة في تعب. وشكراً. حمود شرف المسيرة. سؤالي الأستاذ عبد البشير، أنت انبثقت من الساحة أو لجنة تنظيمية لأنها انبثقت من الساحة وتريد أن تحكم من البيوت. هناك دعوات نشرت يوم أمس من هذه اللجنة نفسها إلى ما تسميه اعتصاما لمثورتها بشارع الستين. سيعتصمون بشارع الستين، هل ستعود إليهم تلك الشرعية بهذا الاعتصام؟ هذا هو السؤال. عبدالله اليوسفي، قناة الساحة. هناك من يعتبركم ثورة مضادة على غير ما حدث في مصر، وهناك أيضا من يعتبر مساعيكم وحملة 11 فبراير تسعى لعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار والتسوية التي وصل إليها المؤتمر. ما هي ردودكم حول هذه المواضيع؟ شكرا. دون فساد النظام الرأسمالي القائم الجشع المتهاوي الذي أفلس سياسيا واقتصاديا وفكريا، تعتقدون أن الفساد فقط هو في أشخاص أم أنه في نظام قائم؟ طلبتي من الرئيس التفويض بالضرب بيد من حديد. بماذا تفسرون هذا البيان وما مدى خطورته على 11 فبراير؟ نريد وطن أحد من السعادة والحمد. لا مزايد في المؤتمرات الصحفية، الجميع سيكون متهم الشعب. 11 فبراير إنقاذ أو 11 فبراير 2011 أو من سرقه، كلا يريد أن يضيف إلى تاريخه وكلا يريد أن يتصدر التاريخ باسمه. ما الذي سوف يعني تقدمه للشعب في 11 فبراير؟ سؤالي وهو قد يكون بديهي، كلنا نتذكر عندما قال الرئيس عبد الله منصور هادي أنه سيصدر قرارات، وحتى الآن لم تصدر قرارات. فالتوقعات وتوقعاتي هكذا كإعلامي أن هذه القرارات أوكلت حتى يوم 11 فبراير القادم عندما ينزل الثوار لإسقاط حكومة الفساد. فإذا ما صدرت قرارات هذه في تغيير بعض الوزراء ومحاصصة بهم، يعني يتغير وزير يأتي وزير من نفس المحوم، فهل ستكتفي هذه الحملة في تغيير فقط رموز من حكومة الوفاق، تغيير بعض المحافظين، تغيير بعض القيادات الأمنية؟ هل ستكتفي الحملة بهذا القرار المتوقع؟